نيجي نعمل مقارنة بين الاقتران السلمي والاقتران الجانبي في السبايرو جيرة، شيطان من جيرة طوليا تنمو نتوءات للداخل بين بعض أزواج الخلايا المقابلة، تتلامس النتوءات، يزول الجدار الفاصل بينهما، تكون قناة الاقتران. هنا قناة الاقتران، يتكون البروتوبلازما في خلايا أحد الخطين ليهاجر، يتكور يعمل زي إيه، حوصلة كده، يتكور ويهاجر خلايا الخيط المقابل بالنواب كله عبر قناة الاقتران، مكونا لقاحة الزيجوت اللي هو الزيجوسبور. الزيجوسبور ده تحط اللقاح بجدار سميك لحمايتها من الظروف غير الملائمة، حيث تعرف باللقاحة الجرثومية الزيجوسبور، وتبقى 2 نون التي تبقى ساكنة لغاية ما تتحسن الظروف. أول ما تتحسن الظروف تبدأ تنقسم من الداخل نواة اللقاح الجرثومية ميوزي، هتكون لنا 4 أنوية، وهتبقى بدل 2 نون هيبقى كل نواة ب1 نون، لتكون 4 أنوية أحادية مجموعة صبغات نون، يتحلل منها 3 أنوية، 3 أنوية هينتهي ومش هيتفعلوا، وتبقى النواة الرابعة. تنقسم النواة الرابعة ميتوزي بعد كده، هي اللي تكون لنا الخيط الطحلبي الجديد. خلايا خيط الطحلب أحادية المجموعة الصبغية نون، وبعد الاقتران تتكون اللاقحة ثنائية اللي هي هنا المجموعة الصبغية 2 نون، وتنقسم اللاقحة جرثوميا هنا بعد ما الثلاثة دول يهلكوا لإنبات الخيط الجديد ليعود للعدد الفردي نون. في الاقتران الجانبي يحدث في حالة وجود خيط طحلبي واحد فقط، ما فيش خيط تاني، فيحدث بين خلايا متجاورة 2 مع بعضهم، تنتقل مكونات إحدى الخليتين اللي هو البروتوبلازم بالنواة كله إلى البروتوبلازم، يعني السيتوبلازم والنواة، ينتقلوا مع بعضهم إلى الخلية المجاورة لها، وذلك من خلال فتحة في الجدار الفاصل بينهما. وبعد كده يحصل يكون لنا ايه، يكون لنا لاقحة الزيجوت واللي هي بتتحوصل، واللقاحات هي بتنفصل وبتبدأ تنقسم انقسام 4، وتختزل طبعا، تبقى نون نون نون، 3 ينتهي وتفضل واحدة. الواحدة دي داخل الحوصلة هتبدأ تكون خلايا عدة، ينقسم الجدار الخارجي أو يتشقى أو يتكسر، فتبدأ الخيط يخرج إلى الخارج. بعد كده